وازاي بيتم استغلالهم من الاب او من الام. ليه بقت المشاكل دي موجوده كتير؟ لانه افتقدنا لدور مهم قوي ما بقاش موجود تقريبا في الاسره. يعني افتقدنا لدور الكبير او الاب او كبير العائله، اللي هو لما بيقول كلمه صح لازم تمشي. ده ما بقاش موجود. الستات بقت مستقلة كتير قوي زيادة عن اللزوم. الرجالة ما بقوش بيسمعوا لحد، وبالتالي بقى في درجة من العند عالية جدا بتقع في الآخر أضرارها على الأطفال. فبتحصل مشاكل نفسية كتير قوي 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 بعد الطلاق. كل واحد فيهم بيعند مع التاني، بيستغلوا الأطفال شد وجذب في الرؤية لمجرد أن كل واحد يحقق بقى أغراضه النفسية، أغراضه الانتقامية، أغراضه المادية، أيا كان الهدف اللي عند الأم أو الأب. ده جميل قوي اللي انت بتقوليه ده، بس انا في نقطه هعلق عليها. حضرتك بتقولي ايه؟ الانفصال او الطلاق. يعني احنا في الطلاق اللي هو خلاص ورق رسمي طلاق، في انفصال بتبقى الست عند امها او الراجل عند امه او الاثنين بعاد عن بعض وما فيش ورق رسمي، المهم بيبقى في مشاكل، يعني ده برضو بيبقى نوع من انواع الانفصال. وفي انفصال داخل البيت. انفصال داخل البيت دي جديده، بالظبط. يعني ابقى انا قاعد انا ومراتي في البيت ومنفصلين. لا، تقريبا كل واحد عايش حياته الاجتماعية لوحده، وبيبقى شخص منهم الأم أو الأب هو اللي دايما مهتم بشؤون الأسرة أكتر من التاني، والتاني كان تقريبا مش موجود أو كأنه مش موجود. ولكن غالبا في معظم الأحيان إحدى الطرفين، أنا مش هقدر أقول دلوقتي إنها الست بس لأن في رجالة كتير برضو بتعمل ده، إحدى الطرفين بيختار إنه يكمل الشكل الاجتماعي والحياة الأسرية بس عشان خاطر الولاد. إحدى الطرفين. طب والطرف الثاني هل بيتخلى ولا بيبقى عايز لا، يكمل؟ بيبقى عايز يكمل برضو الشكل الاجتماعي وهي عايشة والسلام. المشكلة مش في كده بقى، المشكلة مع الأطفال دول إن هم يعني دلوقتي الأطفال عندهم من النضج الكفاية اللي يخليهم يلاحظوا الحب والكره، هما بيلاحظوه بالفطرة.